أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إراد القصص أيا كانت على سبيل الدعوة من منهج السلف الصالح، أم يقتصر الإنسان على القصص التي وردت في الكتاب والسنة فقط؟ نعم، يقتصر على ما ورد في القرآن من قصص الأمم السابقة وما ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القصص عن الأمم السابقة لأجل الموعظة والاعتبار، وما عدا هذا لا يشتغل به. ما لم يثبت في الكتاب والسنة لا يشغل نفسه به ويشغل السامعين. نعم.